قلت انه غلط. طيب يعني شفتوا كروتكم؟ احنا نغمض عيوننا ولا ايش؟ ها؟ نغمض ولا لا؟ لسه يعني سبع عمال ليش تيكو؟ خلاص ريدي؟ يلا يلا كل احد قفل عينه. كل احد قفل عينه. هتلر طلع اصبعك وعينك حيكون مقفل. الفاشست افتح عيونكم. المفروض يكون في اثنين فاشست واحد هتلر. اوكي هتلر رجع اصبعك. فاشست قفل عيونكم. كل افتح عينه. الحين كل واحد يسوي عيني والله لصق كذا قاعد يعني يسوي ايش هذا اللمبه شيء ثاني كمان متوتر ما متوتر اكل العصير مو طيب يلا مين 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 اللي حيبدا بس معنا في يلا فايز السعيد
شكل انا تكت هو هتلر ويبغى الفاشيست تحط الاحمر ويشد، فهو قال المفروض المره دي احمر عشان الجاي لازم احط خف علينا خف علينا بوفل لا ما تسوي ناني هتلر عم يسيلك يا عمي قفطني يا عمي لا قفطني ولا شيء دحين شوف يلا يلا لا كمان زيادة لا لا ما كان تصوير نفس الجم هضاب عشان أخش في المود يعني واحد اثنين ثلاثة مين ومين معلم أنت وهاني فارس وهاني ما عندي مشكلة مع أحد كله أوكي يلا لا ما أعرف شنو هتلر لأني من جد ما شفت أحد مغمض عيني ماني فاشل ما أعرف مين الفاشل رفعت أصبعك عادي ما رفعت أصبعي هذا لا مبصيح شكله ما في فاشل ليش من جد هاي صادق انا بقول لك فاشينيستا حقيقي فاشل انت وعمار فاشل طيب ايش صار ايش صار او انت وهمام انت وهمام وعمار حاسس كده ولا انت وهمام وال لا هو اللي انا كان احمر كده يلا زحمي لا تورطني هاي روح لعمار ولا خليك المال ده خلاص كفي يوسف لا كفي كيرفول بي كيرفول طيبيني بورفك يا واد انا حسوي كذا جاي طوريه انت حطيت احمر يلا سويت واحد اثنين ثلاثه لا يا عيالي بيورطني يلا الو هلا بدي اكشن تمام ليه اشتريتيه ب100 مره غالي سافر من دون اذنك يا عم والله طيب ما جت على 100 ريال دي هاي يعني وجه وقفه طيب سو شي سوس cheaters الأخوان شوقي عندك كلمة لحلوة تيسوا
يلا واحد اثنين ثلاثة يا روح يوسف كمان معاك ترى صوت لك يا ولد قصة عنك اصلا شو ابايا جمعي انا ابو قصة عنك كذا جمي جمي لو ان ليش ديسكارد ديسكارد لا هو زويني جم تيبو اقول كذا لين من اخوسكي من يقولوا كل there's a difference نمو واو ايش النظام يا جماعة تو راد انا قلت له انا قلت له انا انضغط انت بتورطني انا حاسس انك كداب اديني اثنين احمر بعدين اللي يقول لي بس انا حمر انت شكلك يعني هو كان انت الاثنين احمر ايش هذا كان عندي اثنين احمر ورميت واحد اي بليف هاني للاسف يا سلام يا سلام سامسونج رونج سامسونج رونج انت اللي فيه ترى انتوا الثلاثه قاعدين تسوقوا على بعض طيب المهم عندك تيجي تشوف شخصيه لا 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 فارس لا 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 بالنسبه لي فارس ومين تشوف شوف عمرو اللي قاعد بعيد هناك عمرو قاعد جوال بس دقيقه يعني دي كان انا بعرف عمار يعني السكيتي مره اللي مو مكتوب عليه هتلر يس ذكر اللي مو مكتوب عليه ها هاوز ذات طيب حسيت انه حيك معانا يا شيخ معانا يا شيخ ايش يا شيخ الله يعني همام اللي اكلنا تريك ازرق قوي يوسف انا ازرق يا ابني بكلم مدعي ولا تنسوا عنده ايه شكيت فيه بالله فاجئتني كده لا انا بالعكس واجي في النص بتفرج انا كده في الكورنر ماني شايف ولا شيء ايش اللي بيصير ايش اللي تعالي بس يوسف هنا مشكله لا لا خايف يوسف هنا مستشاري طيب يلا تفضل خلاص انت معانا انت الليبرالي طيب يلا يلا روح يلا يلا لا تسمع كلام احسكم انتوا الاثنين بتسوقوها ايه حسنتوا لا تسمع كلام شوف انا راضي طلعني انا برا بس طلع هو احنا الليبرالز بابا ده تقول لا شانسلر في اكيد هو كلام بابا ياكل شو بياكل؟ بياكل ولا بياكل؟ لا 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 هم بيسوي شيء ها انت اختار شنو اختار يلا يلا تصويت يوسف واحد. يوسف تعال صوت لي يا اخي واحد اثنين ثلاثة اوف شت خليل عمار كم انت ايش؟ انا تشانسلر ايوه يس ولا نو؟ انا يس يس خلاص لا مشي نعطيله وصل 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 يا عم صحيح انك اكتشفت كذبتك عندي عمو شلون احس ما ادري خف انا احسه يا واحد اثنين احمر واحده مره كذا ايش صار؟ اثنين احمر ثلاثة احمر ايش صار؟ خسرت انت دوب شفت ورقي ثلاثة احمر انت متأكد انه انا مفروض اني اكون صحيح انت سنيا مع التانيين ليبرالي بس علنيا علنيا ليبرالي علنيا اختار صديق ليه خليها ما يجي فين يا شيخ شبيك تمشيت احنا انت مشيت ترى مكاننا احمر جاي اثنين احمر لا انت تختار مين انا ولا انا ولا لحني يلا حنسوم اختار مين هذا اوردر هذا ما حنسيك طيب انا عمار ولا دحين انت متاكد انه عمار ما لعب من زمان ادي العمار والله ما ادري هو فاشل لا شوف عمار
حيجي له دور دحين. ها؟ حيجي له دور. طلعت غلطان. إذا طلع غلطان حينقي واحد وحنخرجه. يعني خاصة دوره حنقزه. ثمان. ما صريت. راح لك الدوري انت بابا بس شو اسمه تاريخ ممكن فوري فارس هاني دحمي وفارس اي واحد من ثلاثة ولا ما تختار هاني ابا اختار فارس ايش فارس ما عندك اختار الا ممكن اختار اي حد يكون بريزنت. صح. ابدا اختار فارس؟ دحمي. هتلر. فارس هتلر. او دحمي ما اعرف. قالوا ممكن دحمي. كان عمار. لا مو لا عمار. ممكن حمام ما ادري انا عمار ما انت ليش ما تختار حمام نو حمام حمام هتلر دقيقه انت شو قلت هتلر الحين ده هتلر الحين ده هتلر انت قلت هذا احمر لا دقيقه انا بشوف مين تنقي ابغى اشوف مين تنقي لا ايوه خلينا نشوف انه انا شاكي في دولة خلاص لانه انا صراحه واثق لا لسه طيب مين انت تشانس ده هو بكيف بس حتى لو صورنا انا واثق نقدر نصور هاي مين نو انا من وقت في احنا انا وانت اللي حطينا الليبرو مو بكيف وانا حط بعدين صور 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 طب دقيقه عندك تصوير دقيقه هذا انت مش قاعد ترمي اعتراضات علي احد فماني عارف انت ايش معني انا بقول لك همام المهم تصوير واحد موافق وانت موافق ثلاثه مع كل ما ايش واحد اثنين ثلاثة خلاص انت ايش؟ يو ولا لا؟ ما في ما في ولا خلاص اربعة خلاص اللي عندك ابني طيب بس في اعطيت لي مضمون لا يا شيخ مضمون لا شوف انا بقول طلعني انا برا وطلع لا دقيقة ايش مضمون؟ ممكن هذا وذا انت شاك في ذا صح؟ هو شاكك في كل شيء هذا شاكك في كل الناس اي لا من جد لو حتشك في ذا هذا معاه عمار مضمون عمار عمار مش راح يجي بياض من البوقة عمار مضمون ليش عمار؟ عمار جاي وراك على طول ايوه ايوه عشان يخلص الليبرال بسرعة ايش فيه؟ خلص الليبرال بسرعة والله الليبرال ما يجي يا عمي فاتس مين ومين؟ واحد اثنين ثلاثة يا ريت حتى همار هذا ثلاثة طيب مين؟ أربعة لا دقيقة خمسة وثلاثة أربعة خمسة وثلاثة يعني يلا عمار يلا اثنين لا هم ما كريتيكال دحين زي البداية ألعب أنت وفارس في البداية حطيته شيء كويس أنا أشوف ده طرح ممتاز أنت واحد اثنين ثلاثة أطلع المرة الصراحة أنا إلا هذا بس ما أدري أنا موافق فارس أنا موافق بعد ما أنا لا أنا أظن عارف أشوف الكلام ما ادري ترى فارس الكلام انا شاكك في كلامه ليش جذب في كلامه ماني شافني وقال لي شوف في كلامه شافك بس انا ايش اسوي مين بدي ما انا شاكك في كلامه مين ما شاكك في انت شاكك فيه بس ترى لا تنسى ترى هتلر if he's elected as chancellor اكزاكتلي في هذه البوينت ايوه حيفوز الحين فلازم اوه كريتيكال كريتيكال جدا روح لاضمن حل بالنسبه مين الاضمن حل انت؟ قول روح لاضمن حل ومو عارف ايش هو انا هو قال اضمن حل بالنسبه لي طيب ايش اضمن حل لي؟ انا بالنسبه لي هاي كويس ما اعرف ليش لا دقيقه انت ترى هذه شاكه وقال ليبرال وهذا صح بس انا برضه شاكك فاصل مع همام سبحان الله انا ما يلي همام بس ممكن شفت التحليل هو طلعني انا هو شافني ليبرال وانا صح ليبرال بس ترى ممكن قاعد يكتبني التريك عارف التريكات هذه يبغى يدخلني وانا معاه ليش تعرفني اسوي هذه التريكات لا يا شيخ انا عندك واحد اثنين ثلاثه مش اخر الزمن
دائما صريح مش انت اللي قاعد تلعب فيه لان كل شيء يكون هاني بعدين ترجع لعب ما ادري انت ما ضحكت وقتك وانت ما ضحكت ضحك على ضحكتك انت ايوه طيب والله يا امام شكلك حتاكلنا تريك انت والله والله انا عارف والله صعب الصراحه ما صدقني باكلك تريك انا تريك قوي اي يا عمار اختار يا عمار يلا يا عمار انا حتى ماني عارف حتى انا ماني اللعبه صعبه اه هيتلر غمض عينه صح ايوه هو مو عارف هذا ديجني لو مو انت هيتلر اكثر واحد اللي انت واثق فيه ها يلا يا عمار دقيقه I believe you. آه. إيه حتى جبنا اسمع حتى عدوا كده. هذا مو جبنا هذا تشيتو. ما هي تني تشيتو دي. فش الجبنة. ريحتها. حلو. صعب. ما أدري ما أدري. والله مرة صعبة اللعبة. هي كانت طعمة واحدة. تأكل أنت شرايرين؟ قبل سنة. شوف أي أحد. إلا ما سنة كان. أي واحدة مرة اللي سويتها. فارس فارس ماجي. خلاص في احد تصويت 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 هيا واحد سيف ثلاثة ايوه صوت واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة مبروك هتلر يعطيك العافية والله انك انت شككت انا في بعض قلت لا قلت انت بس انت احد والله بس انت احد والله انت شككت انا في بعض نزل ثلاثه مين انك انت اللي قاعد تخلص مين ومين؟ امام مين؟ انت انا ودحمي ما طلعت لا 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 يا طيب انا شكيت خلاص شكيت منك انا شكيت انت شكيت انا ما سويت شيء انا ساكت ما ادري والله ماني قاعد اتكلم كان بيقول لي مين كل ما شفت كان بيقول لي مين الفاشست مين انا؟ ليه؟ كل ما كذا يجي بيقول لي والله جاي بالعكس قدام الشاشه حيروح انا ما رضيت اطالع بس قلت دحني معاه لا بس ما عرفت ورده لا لا انا والله ما عارف مين الفاشل اشرب لك انا قادر امسك واحد لا هو جمع كيف عرفت الموكي كوين كذا في الجوال اشوف كلام انا من اول ما شفت الا مين انت قلت له ايوه هذا بالضبط انا هذا شاف انا قتيل وكان وانا قلت انت ولا دحني اوه اما كده والله لعبتوها صح مره بس جود جود جيم جود جيم يعني بدايه جيده جود ماما انا فوز الحين هاش كيلوز يا اخي مشكله سمعتي سمعتي والله سمعتي مشكله انت شوف دائما في واحد عارف شوف بس الدقيقه ما يصدقني هنا خلي وسمعت عمار انت متوقع هتلر واحد معارضه كان كويس بس they will never hurt ما حتى الجيم اللي في الصورة يوم يصير عفوا كان يموت ويقول عفاري يزعق سيريس ها انت تجي ورا وسني صوتت له صح؟ كانه هيتلر ريفان شفت الجيم هذا؟ الجيم ده؟ جاي سيريس ليك وقتها هيك هتلر قبل ما مات قال فين الشباب الثقيل؟ شكله ما حد لا اظن كل احسان قاعد يتاخر لا مهند ومحمد محمد احسان هو يتاخر ما انا كنت فنان ما اتكلم ما رد في الجروب يوسف يعني قصدي شو اسمه ده عمر ايش تبغى لا 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 تقرب انتبه حيطيح من الجوال صعب من هنا انا كنت كل ده ولا حد ياكل ده تبغى خلاص روح انا عشان اكبر منك طيب محمد قال ما حيقدر محمد احسان